جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعله من المناسب فضيلة الشيخ صالح أن تتفضلوا ببيان الأشياء التي تباح في الأفراح بالنسبة للنساء. بالنسبة للنساء لا بأس أن يجتمعنا مناسبة الزواج في مكان مستور. طيب. أن يجتمعنا في مكان مستور، ولا بأس أن يضربنا بالدف. طيب. وأن يغنينا القصائد النزيهة. طيب. التي ليس فيها تشبيب ولا إثارة للفتنة. طيب. ولا يصحبها آلات لهو. طيب. ولا تكون بصوت مطرب. طيب. لا بأس بذلك، بل هذا من السنة. طيب. لأنه من إعلان النكاح، وكذلك مما يستحب في النكاح وإعلانه إقامة الوليمة، عمل الوليمة من غير إسراف، فإن عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأمر بذلك في قوله لبعض أصحابه لما تزوج: بارك الله لك وعليك وأولم ولو بشات. طيب. أولم ولو بشات. اللهم استعان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج يعمل شيئا من الطعام ويدعو إليه أصحابه، فهذا دليل من السنة على أن الوليمة في الزواج أنها مستحبة. طيب. وأنها من إعلان النكاح، لكن بدون إسراف أو تبذير كما يفعل عند كثير من الناس في هذا الزمان. نعم.